مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجي معادنا مع الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن الأوكازيون، والحقيقة كتير مننا جدا بيستنى فترة الأوكازيون علشان بيبقى يعني الأسعار كويسة فيه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن أصابت أسواق الملابس طبعا مع انطلاق الأوكازيون الشتوي حالة من الرواج النسبي، والذي تصل التخفيضات فيها حتى 70% لدى بعض المحال، وانطلق المواطنون بحثا عما يحتاجونه بعد أن انخفضت الأسعار. فمع الغلاء الذي أصاب كل شيء أصبح الغالبية العظمى من الجمهور لا يشتري سوى في مواسم الأوكازيون. طبعا كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أن إجمالي عدد المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي حتى الآن بلغ نحو 1800 محل. هنتكلم باستفاضة أكتر في هذا الموضوع. معانا على الهاتف بتشرفنا في استوديو صباح مية الأستاذة سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية للقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورانا ومشرفانا في استوديو صباح مية. مرسي 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 لحضرتك. طيب يعني اسمحي لي ابدا مع حضرتك، يعني ما هي رؤيه حضرتك طبعا يعني كعضو مجلس اداره الغرف التجاريه للاوكازيون هذا العام، يعني وهل هو مختلف عن الاعوام السابقه ولا يعني كما هو في اختلاف، يعني في حاجه مميزه للاوكازيون ده؟ اكيد، بس خليني بس عايز اصلح لحضرتك نقطه يمكن هي كل شويه فيها تعديل بالنسبه لنا، ان طبعا عدد المحلات المشاركه منذ بدء الاوكازيون من يوم 7 فبراير لحد النهارده هم 3775 محل. فالعدد بيزيد، يعني احنا يوميا بيزيد طول ما في فتره اوكازيون فبيزيد. ده حاجه كويسه للصالح يعني. اكيد طبعا اكيد. انا عايزه بس اتكلم على الاوكازيون الحالي بالنسبه للموسم الشتوي. الاوكازيون ده مختلف شويه، لان نقدر نقول ان هو اوكازيون استثنائي. استثنائي بمعنى انا دايما بقارن السيزون ده بالسيزون اللي قبله. احنا عندنا نسبة تخفيضات عالية جدا ومرتفعة وبتعدي 70%. طبعا هي بتبدأ من حوالي 10% لحد 70%، وده طبعا مش اجباري على كل القطع، او يعني في قطع معينة بيتم عليها تخفيض بيوصل ل 70، وفي قطع تانية بتكون اقل في النسبة. هو طبعا التخفيضات دي جزئية ما هياش ثابتة على كل المنتجات المعروضة. طيب استاذ سماح، يعني خليني اتكلم مع حضرتك يعني باللي هو يعني الناس دايما بتحب تسال عنه او الناس بتحب تستفسر عنه خصوصا في موضوع الاوكازيون. خليني ابدا مع حضرتك، احنا الخبر اللي كان معانا ان التخفيضات بتصل الى 70%، ولكن يعني نسبه التخفيضات اللي اقرتها وزاره التموين والتجاره الداخليه 50%، ومع ذلك ان زي ما قلت حضرتك ان في 70%، فهل التخفيض ده مضلل ولا يعني برضه حضرتك فيدينا بده اكتر؟ لا يا فندم، ما بيكونش مضلل خالص، وغالبا التخفيضات اللي بتبقى واصله 70% بتكون على، مش كلها طبعا، بتكون على منتجات سابقه، يعني منتجات من مواسم سابقه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان في محلات مقدمه عروض هايله جدا، ممكن يقول لك خد قطعه والقطعه الثانيه فري، او خد قطعتين والقطعه الثالثه فري. فالعمليه بتبقى كده، كل واحد بيقدم عرض بالشكل اللي يناسبه، لكن طبعا في 70% على منتجات جديده جدا. بص هقول لحضرتك كمان على حاجه، كل ما المنتجات او كل ما البضاعه في المحل بتزيد الكميات بتاعتها بتكون موجوده، هو بيحط المحل تخفيضات عاليه علشان يقدر يتخلص منها، خصوصا ان احنا في الوقت الحالي بنستعد لموسم جديد، موسم الصيف، فمش من مصلحته ان هو يكون موجوده عنده البضائع دي بالحجم الكبير ده خلال الفترة دي. فهو بيعمل لنفسه عملية سيولة، ان هو كل ما بيعرض نسبة تخفيضات عالية كل ما المنتجات تتباع اسرع بالنسبة له. طيب كمان استاذ سماح، برضو من ضمن الـ 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 الاسئلة الشائعة يعني للمواطنين في هذا الصدد، طبعا حضرتك عارفة يعني ان في الايام العادية او لو ما فيش اوكازيون ممكن واحد مثلا بيشتري حاجة ممكن بعديها يرجع يستبدلها، او اللي هي مثلا في حاجة مش عاجباه حابب بيرجعها، فده بيحصل في الأمور العادية وفي سياسة الاسترجاع والاستبدال زي ما حضرتك عارفة. ولكن دايما بيبقى المحلات في بعض في الأوكازيون يقولوا لا احنا في أوكازيون دلوقتي فما فيش حاجة من دي بتحصل، فبرضو حضرتك أكدي على هذه المعلومة. لا طبعا، سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الأوكازيون مسموحة طول ما هو في خلال الفترة اللي محددها له القانون انه يقدر يستبدل ويقدر يرجع. لو في محل تعنت معاه ومرضيش ان هو يعمل معاه كده يقول له انا رايح جهاز حمايه المستهلك، هيروح معاه، اهم حاجه يكون معاه الفاتوره. واهم حاجه طبعا علشان يجي يبدل او يرجع اي قطعه لازم القطعه تكون بحالتها الاصليه، ما تكونش مع الفاتوره طبعا.
لازم الفاتورة، فاتورة الشراء لازم تكون القطعة سليمة 100%، ما يكونش تم استهلاكها بأي شيء من الأشياء، ده رقم اتنين. ويقول له أنا رايح أعمل، لو أنت ما اديتنيش حق أنا من حقي، قول له أنا من حقي والقانون بيقر ده، يطلع جهاز حماية المستهلك أو يروح وزارة التمويل ويقدم فيه بلاغ، والبلاغات دي بتبقى سريعة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك بيتم اتخاذ إجراءات قانونية سريعة جدا ضد المحل اللي ممكن يخالف أي إجراء من الإجراءات المتبعة. طيب أستاذ سمع، برضو في نقطة مهمة جدا ساعات يعني يقال، يعني برضو أنا بقول لحضرتك كل اللي موضوع حضرتك يعني بتفيدينا في هذا الموضوع. يعني يقال مثلا أنه ممكن بعض المحلات قبل الأوكازيون بتكون حاطة سعر، بيجي الأوكازيون يعني بتعلي السعر شوية علشان بعد التخفيض يوصل للسعر اللي كان موجود قبل الأوكازيون. ففي ناس بتقول كده، فبرضو يعني تعليق حضرتك. أولا ده غير قانوني بالمرة، وأي حد بيكتشف حاجة زي كده لازم يبلغ يا جماعة، لأنه هو بيحافظ على مصلحته ومصلحة الغير. المفروض أي محل طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأوكازيون، في حالة أن يكون مشارك في الأوكازيون، لأن مش أي حد بيشارك، موضوع الأوكازيون ده مش إجباري على كل المحلات، اللي عايز بيشارك بيروح يتقدم لأي مديرية هو تبع لي من مديريات التموين بتاعتنا في أي محافظة أيا كانت، لأقرب مديرية تبع لدايرته، وبيروح بيقدم طلب أنه هو عايز يشارك في الأوكازيون، فبالتالي بيتم بياخد تصريح. حضرتك فاهمني؟ اتفضلي. اه طبعا، دي اهم حاجه. ومن الشروط المتبعه في الاوكازيون ان لازم السعر يكون موجود قبل وبعد. ما ينفعش محل يكون حاطط اسعار بعد من غير ما يكون فيه قبل. وفي حاله اكتشاف غير كده، وفي حاله اكتشاف ان المحل ده بيغش، لازم يتم يعني تقديم شكوى ضده بسرعه، واحنا عندنا رقابه. مين اللي يكتشف؟ يعني كمواطن احنا طبعا ولا احنا الرقابه، الجهات الرقابيه في حاله اكتشاف حاجه زي كده بتاخد مخالفه. بتعمل المحضر مخالفه للمحل ده في نفس اللحظه، وبيتم بيتعرض لمساءله قانونيه وفيها غرامه وفيها حاجات كتير قوي مش لطيفه بالنسبه له. ده طبعا بالنسبه للاجهزه الرقابيه. في حاله ان المستهلك يتم اكتشاف ده، يدور برضو على حقه طبعا، يبلغ في الحالة دي. لازم يبلغ. شرط من شروط المشاركة في الأوكازيون إن يتحط السعر قبل وبعد. لو حد لقى السعر واحد بس ما يشتريش من المحل ده، لأن هو غالبا كده ممكن يكون بيغش، لأن من الشروط لازم يحط السعرين. مظبوط. طيب برضو هو الأوكازيون هينتهي إمتى يا أستاذ سماح؟ الأوكازيون المفروض مدته شهر، من يوم 7 فبراير ليوم 7 مارس. تمام. وكل محل المفروض بياخد فرصة لمدة أسبوعين، مش كل المحلات بتطول في المدة كاملة. تمام؟ عشان ندي فرصة لكل المحلات إنها تشارك، ده رقم واحد. تم مد الأوكازيون من يوم 9 مارس لحد يوم 21 مارس، لحد يوم عيد الأم. عشان يبقى فيه انتعاش الحركة الداخلية شوية بالنسبة للتجارة يعني. طيب هل في الفترة دي اللي هو لغاية يوم 21 مارس، هل ممكن في محلات يعني تكون حابة إنها تشارك ولا خلاص الباب طبعًا التقديم؟ طبعًا. لا دي مدة كبيرة خالص غير الفترة اللي كانت من يوم 7 فبراير ليوم 7 مارس. أي محل عايز يشارك دلوقتي بالنسبة للفترة من يوم 9 ليوم 21 لازم طبعًا ياخد إذن مسبق. فلازم بيقدم. وعلى فكرة التقديم في كمشاركة في الأوكازيون مجانا، وبياخد يعني التصريح بياخده خلال ساعة، يعني الدنيا سهلة جدا، مفيش أي مشكلة بالنسبة له. وطبعا احنا عشان بندعم الجهتين، بندعم التاجر وبندعم المستهلك، انه احنا لما بنقدم تصريح سريعة كده هو بيستفاد انه هو بيشارك في الأوكازيون او بيخش. ده بالنسبه لنا فتره التصفيات الحاليه دي اللي هي من يوم 9 مارس لحد عيد الام. تمام. وبالنسبه طبعا للمستهلك هو بيبقى لسه عنده فرصه ثانيه ان هو ممكن يشتري. طيب يعني انا اسف طبعا على الاطاله، ولكن يعني برضو اشكر حضرتك. حابب برضو يعني اقول لحضرتك يعني على نقطتين. النقطة الأولى يعني ممكن طبعا احنا بنقول الرقابة، أو إن المواطن لو ما عجبوش حاجة أو في أي شكوى، ده بس مش في خلال الأوكازيون، ده احنا على مدار السنة كلها لو في أي حاجة بتحصل بيتقدم، يعني مش شرط أوكازيون بس. طبعا. مظبوط؟ تمام. طبعا. طيب النقطة الثانية، في بعض المحلات ممكن إن هو بعد الأوكازيون يقول احنا لسه مستمرين في التخفيضات، ده برضو شيء طبيعي عادي ولا ده برضو لازم يرجع لكم أنتوا في الأساس؟
ما ينفعش يا فندم ان هو يعدي الفترة المسموح بيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان كده كده خلاص احنا الفترة دي فترة استعداد للموسم الجديد، للموسم الصيفي. بعد 21 مارس المحلات كلها هترفع المنتجات الشتوية اللي موجودة، وهتحط منتجات صيفية جديدة لموسم 2022. دي اول حاجة. الحاجة التانية، يمكن بعض المحلات في الفترة الحالية بدأت انها تشكل في المحلات بتاعتها الموسم الجديد للصيف. فحيث ممكن تخش محلات هتلاقي فيها بعض المنتجات الصيفية الجديدة، وطبعا ده بشكل جزئي، لكن الشكل الكامل ان المحل يتفرش 100% صيفي ان شاء الله هيبقى من بعد 21 مارس. يعني هو ممكن، انا اللي اقصده ان مش يعني تكملة للأوكازيون، ولكن في بعض المحال ما بتكونش مثلا لسه خلصت البضاعة الشتوية بتاعتها، فممكن مش بتستمر في الأوكازيون، ولكن ممكن بتستمر في تخفيض الأسعار. يعني عادي ممكن اي حد يحط منتجات شتويه، ده بيبقى امر داخلي ما يعني ده. لا ما بنمنعش ده، هو ممكن يعمل عروض يعني، دي حاجه بتاعته. مظبوط. لكن ما نقولش ان هو مشارك في الاوكازيون. تمام. وبعدين هو مش من مصلحته ان هو يعرض قطع شتويه، لان خلاص الموسم يا فندم خلص. مظبوط. كل سنه وحضرتك طيب وكل المستمعين طيبين يا رب. فدلوقتي مش من مصلحته، فهو بالتالي لازم يحط، وده متعارف عليه يا فندم، بدءا من يوم 20 او 21 مارس بيتم عرض الشغل الصيفي. مظبوط فعلا كلام حضرتك، ويعني طبعا احنا بنتمنى ان هذا الاوكازيون يعني يعمل رواج اكتر في الفتره دي. وطبعا احنا يعني داخلين زي ما حضرتك قلتي على موسم الصيف، وطبعا على شهر رمضان. كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك طيب. فطبعا يعني هذا الاوكازيون طبعا ان شاء الله يرى المراد منه افضل يا رب ان شاء الله. وفعلا انا بشكر حضرتك على المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها لنا، لان طبعا انت عارف ان الاوكازيون ده بيهم يعني الناس كتير، وكلنا يعني بنستناه. فان شاء الله كده يعني يكمل على خير وينال المراد منه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه، وانا بشكر حضرتك جدا على المداخله، وبشكر وقت حضرتك وعلى التفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا. الاستاذه سماح حسين هيكل، عضو مجلس اداره بالغرفه التجاريه للقاهره عن شعبه ملابس الجاهز. بشكرك، شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا للكلام عن الاوكازيون، وايضا خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح مي. ان شاء الله الاسبوع القادم مع صباح مي جديد، واشوفكم بكل خير وصباح الخير.